خليني أبدأ مع حضرتك. الحقيقة إن كل العمال مستنيين قانون العمل الجديد. قانون العمل الجديد في بعض البنود اللي نزلت في المشروع اللي كانت هامة جدا، إلغاء مشروع القانون الفصل التعسفي أو استمارة 6، عدم الفصل المباشر، إنشاء محكمة عالمية للفصل في القضايا خلال 60 يوم، العديد من البنود الهامة الحقيقة يا فندم، وتغيير جذري. هو ليه تأخر في الصدور؟ هو طبعا احنا عارفين ان الملفات التشريعية في مجلس النواب ضخمة وكبيرة خلال هذه الفترة، ويمكن في تشريعات كتيرة جدا خرجت من مجلس النواب، فيمكن بيبقى في تقديم بعض التشريعات على الأخرى. هو القانون من فبراير 2017 موجود في مجلس النواب، ويعني في الآونة الأخيرة أصبح موجود على القائمة المنتظرة للعرض على الجلسات العامة، وبالتأكيد أيضا يعني في تأكيد على الانتهاء من مجموعة من القوانين، وعلى رأسها قانون العمل خلال هذه الدورة من دورات مجلس النواب. خليني أسأل حضرتك، متى سيرى النور أو متى تتوقع أن يرى النور؟ يعني إن شاء الله احنا بنقول في الدورة دي آخر دورة للمجلس، إن هو مفروض إن هو خلال الفترة القادمة هيكون بيتناقش في الجلسات العامة، وبعدها إن شاء الله يصدر بإذن الله.